أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوط إضافي، والبداية بالعناوين. ميلان يثأر من يوفنتوس ويزيد مشاكل أليغري في الدوري الإيطالي. وفي الملف الثاني، قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 تسفر عن مجموعات متوازنة، والحسابات السياسية تدخل فيها. قدم المدرب رأفت محمد استقالته من تدريب نادي تشرين لكرة القدم بعد سلسلة نتائج سلبية التي حققها الفريق حسب ما أعلن حساب النادي على فيسبوك. وقال النادي في بيانه إن رأفت محمد قدم استقالته وإدارة النادي قبلت بها وجهة له الشكر على كل ما قدمه في الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق. وفي قرار لمجلس الإدارة أعلن خلاله إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين بعد النتائج المخيبة والأداء السيء الذي ظهر فيه الفريق في الجولات السابقة حتى تتحسن النتائج ويعود إلى وضعه الطبيعي منافسا على بطولة الدوري السوري لكرة القدم. تغلب نادي الفتوة على حطين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجلاء في دمشق في ختام منافسات الجولة الرابعة. وقع على ثلاثية الفتوة اللاعب علاء الدالي في الدقائق 49 81 و86 ليكون أول هاتريك يتم تسجيله هذا الموسم في الدوري المحلي. وبهذا الفوز رفع الفتوة رصيده في المركز الرابع إلى 7 نقاط، في حين تجمد رصيد حطين عند 3 نقاط في المركز التاسع. يذكر أن جبلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، يليه الوثبة بذات الرصيد، ثم أهلي حلب ثالثا ب8 نقاط. ضرب أهلي حلب موعدا في دورة 16 للبطولة العربية لكرة السلة مع نادي الأهلي المصري بعد فوزه على الرياضي اللبناني بنتيجة 88 نقطة مقابل 71. وبهذا الفوز تصدر الأهلي مجموعته الثانية التي تضم أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغراف القطري. ووقع أهلي حلب في المجموعة الأولى التي ضمت الاتحاد السكندري والكويت الكويتي والأهلي بنغازي، لكن الفريق السوري حل في المركز الأخير من دون تحقيق أي انتصار.